طيب السلام عليكم ورحمة الله، نجرب كمان مرة نشوف الصوت واضح. يعني عملنا فيديوهين وكانت مفروض البيئة مناسبة جدا، لكن الناس اشتكت من الصوت. لكن يعني كل ما يحدث في هذه الدنيا يحدث لأجلك. الصوت واضح. بس لو تكتبوا لنا بالتعليقات إذا الصوت واضح خلينا نحكي هالفيديو اللي مش راضي يطلع. إن شاء الله يا رب يكون واضح. شايف علامات واضح الحمد لله. شكرا يا ميسون، يعني الله يبشرك بالجنة إن شاء الله. طيب خلينا نحكي في الموضوع قبل ما الصوت يبطل واضح. أنا اليوم بدي أنبه على موضوع واحد وهذا مهم جدا. كثير منا مرات بيعمل عملية ابتزاز عاطفي ونفسي للناس اللي بتحبه، لمجرد أنه أنا حابب أني أسمع مشاكلك وحريص على أني أنا أطبطب عليك وأسمع منك. بتلاقي الشخص اللي أمامي قاعد بيبتزني، بمعنى أنه هو ما بيشتكي غير قدامي، فبالتالي هو بالشغل منيح، بالبيت منيح، ما مش عارف إيش، بس يشوفني وكأني أنا مكب نفايات، يبلش يطلع كل القرف اللي في حياته وكل. يا أخي طيب ما هو أنا شو ذنبي؟ أنا شو ذنبي؟ الناس اللي بتحبك شو ذنبها؟ أنا لا أتكلم على الاختصاصيين، أنا بتكلم على الأم اللي كل ما تشوف بنتها ما بتحكي لها غير على مشاكلها، وعلى أبوها اللي صلها 40 سنة مش قادر تفهم تصرفاته، وعلى كبرتها، وعلى والبنت اللي بتستغل أمها ودائما بتشتكي من مشاكلها مع جوزها، والصديقة اللي مبتزة صديقتها كل ما بترفع السماعة ألو كيفك؟ والله زي ما انت عارف ما أنا الوضع، وأنا مش عارف إيش جوزي عمل وجوزي سوى. هليكوبتر. يا جماعة نتقي الله في أصدقائنا. يا أخي إذا بحبك يعني بدك تشلني؟ يعني هو أنا عشاني أنا بسمعك وأنا زلمة بني آدم طيب وبحب أني أساعد الناس وبحب أني أكون واقف جنبك ومقتنع أنك أنت شخص منيح. أنا ما بحكي أنه الناس بتعمل هالموضوع بوعي، أنت عم تعمله بدون وعي، بس رجاء انتبه، لأنك أنت عم تطفش وتبعد ناس بتحبك من حواليك، لأنه ما في حدا ما عنده مشاكل. أنا بسمعك مرة، مرتين، ثلاثة، عشرة، عشرين، بس مش مليون مرة، لدرجة أنه في ناس ما بيلتقي بصديقه المقرب إلا عشان يشتكي. وأنا بحكي هالموضوع لأنه أنا كنت أقع في هالمشكلة، أنه أنا عندي مثلا صديق مقرب، هذا أعز أصدقائي، خلص هذا عاد لازم يشيل همي ويشيل مشاكلي وما رح. وبقول لك أنا ما هو أنا ما بثق في كل الناس، أنا ما بثق غير في هالإنسان، فهو مفروض يسمعني. لا مش مفروض يسمعك، لا 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 لا, لا. غلطان أنت. وأمك مش مفروض أنها تسمعك، لأنها أمك يعني خلاص. ولا بنتك تقعد تحملي بنتك، يا لطيف ألطف يا رب، كل ما بتحكي مع بنتك ها يما كيف حالك، والله يما ما أنت عارفة السكري والضغط وفوقهم أبوكي، ما أنت عارفة أبوكي، بتعرفي اليوم الصبح شو عمل؟ صحي من النوم وما شربش القهوة إيش في يا أختي؟ إيش في؟ الله يرضى عليك يا أمي، الله يرضى عليك يا أمي، ما بنتك خليها تعيش حياتها، خلي أمي، يا أمي بنتك عندها مشاكلها، عندها حياتها، عندها أولادها. يا أخي مرة هيك يعني كل ثلاث مرات مرة بنشتكي ومرتين لا، خلي بنتك مرة تحكي معك وتقولي لها كيفك يما، والله الحمد لله، حمد ورضا من رب العالمين، حتى لو عندي كل مشاكل الدنيا. إيش هذا؟ إيش الابتزاز؟ هذا اسمه ابتزاز. فلا تقع في الابتزاز بشكل غير واعي، مش لأنه فلان بيحبك، إذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، الله يرضى عليكم، لأنه الإنسان صار يتعرض. إنه أنا مرات كل ما بحكي لواحد صباح الخير يا لطيف ألطف، كأني بقول له أعطيني تقرير مشاكلك اليومية. أنت حكيت صباح الخير؟ طب اسمع يا سيدي، من وين بده يجي الخير؟ اليوم الصبح مديري مش عارف شو، وبتعرف شو عملوا معي، وبعدين بتعرف مرتي شو حكت لي الصبح، وبعدين تعرف أولادي، وبعدين قصة المدارس والمدرسة والولد والمش، إيش في يا أخي؟ إيش في؟ يا أخي ارحمني، ارحمني والله إني بحبك في الله، ارحمني بشان نبي، ارحمني يا أخي، يا أخي أحبك في الله يا أخي، لا تطفشني. أنا كمان عندي مشاكل وبقول الحمد لله، إحنا بصعوبة عم نوصل للتوازن، فأنا عشان أوصل للتوازن وأكون إنسان متوازن أنت بدك تحملني كل مشاكلك؟ أنا ما بقول لك لا تشتكي، تعال نحن نحدد يوم في الأسبوع إنه نسميه يوم الشكوى يا أخي، أو لما يكون عندك مشكلة طارئة كبيرة، لا أنا سندك، أنا صاحبك، أنا أبوك، أنا أخوك، أنا بنتك، أنا أمك،
لازم تحكي لي، بس ما نخلي الموضوع عادي. ما بتحكي مع أمها إلا قاعدين، ما خلوا مشكلة ولا بلوة في الحياة إلا حكوا فيها، وبعدين بتسكر التليفون بتقول مش عارفة ليش الحياة صارت صعبة، ويعني ما بعرف، وبعدين هذا كلام الإيجابية كلام وهم وما فيش إيجابية بالحياة. يا أخي الدنيا خيارات، اختار مرات إنك أنت ترحم من حولك، من لا يرحم لا يرحم، ارحم من حولك، خليهم يحبوك، خليهم يحسوا إنه مرات أنت عندك مشاكل ومرات لا، أعطي مجال لغيرك إنه يشتكي لك، ما تضلك أنت صاحب الشكوى، ما تتنافس، وهذا نوع من الأصدقاء اللي بتنافس معك، بتقول له اليوم صحيت الصبح عندي صداع، بقول لك صداع؟ أنا ما نمتش من الصداع، بتقول له آه والله ما أنا من امبارح عندي صداع وفعلا ما نمتش من الصداع، أنت عندك صداع؟ أنا عندي ورم خبيث في راسي، بتقول له يا حول ولا قوة إلا بالله، آه ما هو مرات الإنسان بيطيب، يعني إن شاء الله ربنا يشفيك، يطيب؟ أنا أصلا ميت، أنت بتعرفش؟ أنا اندفنت وهلا بحكي معك كروح، إنه المهم إنه هو الأكثر عنفا، الأكثر ظلما، الأكثر ألما، الأكثر، هذا بسموها بعلم النفس التنافس، التعامل مع المشاعر بالتنافس، إنه أنت إذا بتحكي شغلة أنا ألمي أكثر من ألمك، ووجعي أكبر من وجعك، وكل شيء عنده أكبر وأطول وأعرض، أنا المهم عندي إنك أنت تتعامل مع الناس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ما بيكلفنا إلا وسعنا، ربنا ما بيكلفنا إلا وسعنا، فليش تحملني أكثر من طاقتي؟ يا أخي إذا أنت ابني ارحمني يا أخي، أنا أبوك يا أخي، احكي لي مرات شغلات منيحة، قل لي مرات إنك بخير، يا أخي اكذب علي عشان لما تكون مش بخير أوقف معاك بكل مشاعري. يا أخي إذا أنت أمي ولا أنت أبوي يا أخي ارحمونا يا أخي، يا أخي أنتوا كبار بالسن على عيني وعلى راسي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بس يا أخي أعينونا على إنه إحنا نطيعكم، أعينونا على إنه نبركم، مش كل ما أحكي معك بدك تجيب لي مشاكل. يا أخي بكفي إنك أنت كأب وأم عارف إنه أنا عندي جيل آخر، أنا حامل مسؤولية أولادي، يا أخي ارحمني ارحمني ارحمني، الرحمة يا جماعة، نريد رحمة في هذه الدنيا، إنه أنا لأني مجرد إني أنا شخص منيح وشخص بحب إني أنا أتعاطف مع الناس، والله لا أدفعك الثمن غالي، مش بتحب تتعاطف معي؟ تعال والله لا أحط لك سم كل مرة بتحكي معي، ليش طيب ليش؟ لا مرات بدنا نكذب كذبة بيضة، ومرات بدنا نقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومرات بدنا نعد نعم الله ونكون grateful وممتنين، ومرات لما شخص بده يحكي معك وهو طول عمره بسمعك ويقول لك عندك مشاكل وتكون عندك مشاكل تقول له لا أنا بنعمة وفضل، انت شو اخبارك؟ هي نجربها مره، بدل ما انت دائما بم 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 اساله انت شو اخبارك، بلاش نحكي عني اليوم، نحكي عنك اليوم، انت شو اخبارك، طمني عنك، انت بخير، خذ واعطي، لا تتعودوا على الانانيه حتى في الشكوى، هذا موضوع مهم وكثير ناس بتشتكي منه وبتحس بالابتزاز، فلنبتعد عن الابتزاز العاطفي، لانه انا متاكد انك بتعمله بدون وعي، انا كنت فريسي له في يوم الايام، كنت اعتبر انه الصديق المقرب لي هذا لازم اعصره بالمشاكل، ما بيزبط ما بينفع، بس الانسان بينضج وبيوعى وبيفهم الحياه، ولا بيضل طفل كغي؟ لا بيكبر الانسان. يعطيكم الف عافيه وشكرا للجميع، بدنا توازن نفسي في هاي الحياه، ان شاء الله يوم السبت ضايل بعد بكره ان شاء الله رح نحكي مع الناس اللي سجلت في التوازن وقوانين التوازن، ونسمعهم ويسمعونا عشان ما يكون الموضوع مونولوج، نسمع منكم وتسمعونا في إن شاء الله للناس اللي سجلت، ويعطيكم ألف عافية. قريبا أنا في المغرب رح نعلن كل التفاصيل قريبا جدا، انتظرونا نعلن عن رحلة المغرب. شكرا للجميع، نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.